مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير. بنصب عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والامل لكل مشاهدينا. دائما ما نؤكد ان بالعمل وبالعمل فقط نصل الى ما نصبو اليه ونحقق ما نتمناه من تقدم ورفعه لهذا الوطن. مجموعه الفقرات المتنوعه نلتقي معكم من خلالها اليوم، وفقرتنا الرئيسيه حديث حول جانب التفاهم في الاسره المصريه وكيفيه جعل التفاهم وحل المشكلات هو السبيل لحل اي مشكله تواجه الاسره ومن ثم تنعكس على المجتمع ككل. هيكون لنا لقاء في فقرتنا الرئيسية مع دكتورة منى شوقي، استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي. مشاهدينا في كل مكان، بنبدأ معكم حلقتنا النهاردة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معانا مره ثانيه. بنبدا معكم يومنا النهارده بفقره شفاه كل متابعينا لمزيد من التفاؤل مع بدايه يوم جديد بيبدا بالعمل والانجاز ان شاء الله. مع هذا التقرير وفقره ضحك في ضحك نلتقي ثم نعود ونتواصل. في كل مكان، اهلا بكم معانا مره ثانيه. مع تغير الفصول بتبتدي تنتشر ادوار البرد. يمكن انا واحد من الناس اللي صابهم هذا الموضوع اليوم، وعندي دور برد كاحد افراد الشعب المصري اللي مع تغير الفصول بيحدث هذه الاصابات. ايه سبب؟ هل بيبقى فيه فيروس بينشط في هذا التوقيت؟ ايه اللي احنا بنعمله علشان نقي انفسنا من هذا الفيروس؟ ايه بقى لما بيجي لنا الفيروس زي حالاتي كده، ايه اللي المفروض نعمله علشان نخف بسرعه؟ كل هذه التساؤلات نثيرها معكم من خلال لقائنا مع دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسيه والمناعه. دكتور مجدي صباح الخير. يا صباح الخير على حضرتك وكل اللي بيشوفونا في العالم كله. دكتور مجدي، في دور برد شغال اليومين دول، حضرتك اكيد حاسس من صوتي. احنا في الخريف، والخريف ده فصل يعني الجو فيه بيبقى تخريف فعلا. يبقى هنلاقي الاربع فصول كلهم موجودين في الفصل ده، هنلاقي فيه ارتفاع في درجه الحراره وبعدين انخفاض، هنلاقي فيه انخفاض في الرطوبه، هنلاقي فيه مطر، هنلاقي عواصف ترابيه، وهنلاقي فيه انخفاض شديد في الحراره بالليل. كل الحاجات دي بتؤدي الى بعض الانتكاسات في بعض الفئات اللي هم مين؟ اللي هم مرضى الحساسيه، خاصه حساسيه الانف والصدر، اللي عندهم نقص مناعه، اللي عندهم سوء تغذيه شديد، عندهم انيميا شديده، المسنين، الاطفال الصغيرين، الحوامل، وكل عندهم امراض مزمنه مهمله غير مستقره. الفئات دي كلها هتتعب شويه في الخريف، لكن الغالبيه ان شاء الله ما تتعبش. هيتعبوا من ايه؟ اول حاجه في التغيرات تحصل في الخريف دي بتخلي فتره بقاء الفيروسات التنفسيه اطول في البيئه وفي الاسطح. يعني الاسطح، الاسطح ليه ايه؟ بتعد لمسها. احنا قاعدين دلوقتي في مكان، في مطعم مثلا، على ترابيزه، قاعدين في البيت، بنمسك ايد الباب كل شويه، مدرسة، بنستخدم الكمبيوتر مثلا، بنستخدم الريموت، الحاجات دي كلها، الحمامات، كل اصل الحمامات بيبقى فيها متعددة اللمس دي كلها فيها الفيروسات اكثر، يبقى تبقى على سطح اكثر. الحاجة الثانية ان مع انخفاض درجة الحرارة الناس بتقعد في الاماكن المغلقة زي البيوت مثلا اكثر، بيقفلوا الشبابيك اكثر، بيبقى في سوء تهوية، ممكن يقعدوا اكثر في البيوت مع بعض، هيبقى في تعرض للتدخين اكثر، والتدخين الشكوى السلبي او التدخين العادي يؤدي الى نقص المناعة وزيادة حدة الفيروسات التنفسية، ودول 200 فيروس مش حاجة سهلة، وقواهم معاهم الانفلونزا، كل الحاجات دي موجودة دلوقتي. يبقى نعمل إيه بقى؟ أول حاجة نهتم بإن إحنا نعزز مناعتنا عشان لما يجي لنا حاجة نعدي منها بسهولة. طب إزاي نعلي المناعة طيب يا دكتور؟ طيب إن إحنا ننام بدري كويس، إن إحنا نصحى بدري، إن إحنا ننام في الظلام في الهدوء، إن إحنا ننام 8 ساعات ونصحى بدري ونلعب رياضة الصبح وناكل في بيوتنا، وطول النهار بناكل أكل متوازن، وجبات متوازنه في الكم والنوع، ونبعد عن التدخين، ونبعد عن الالوان الصناعيه والاغذيه المحفوظه والحاجات دي كلها، وناخد تطعيم الانفلونزا، ونتعلم ان احنا ما نخليش الانسان يتعرض لمسببات الامراض اللي موجوده. يعني لو في عاصفه ترابيه وعندنا حساسيات مش هنخرج النهارده، ولو خرجنا نلبس الكمامه، لو احنا مضطرين نخرج يبقى برضه لازم نشوف نلبس نظاره، نخلع العدسه اللاصقه، نلبس نظاره كبيره شمسيه، لو في مطر ناخد معانا الملابس الخاصه بالمطر، ونخلي بالنا ان احنا برضه لازم ندخل بيوت، نغير بيوت، نغير الملابس كلها، ونستحم ونغسل الراس كويس، لان بيبقى في الاتربه اللي بتاخد اللقاح موجوده على الشعر، ممكن يدخل على الفراش تعمل لي مشاكل، والاطفال الصغيرين لو حضناهم. وبيوتنا بقى يبقى عندنا النظافه والتهويه، ونتعقم الاسطح اللي احنا بنلمسها بالكحول او اي مطهر طبي، والارضيات بالكلور. عملنا الحاجات دي كلها بنقلل من بقاء مسببات الامراض. طب دكتور مجدي، اللي جاله الدور بقى التغذية. اللي جاله الدور يعمل ايه بقى؟ اللي جاله الدور يقعد في البيت.
عشان يحافظ على غيره ويحافظ على نفسه. يحافظ على غيره عم بقلل من نشر العدوى في المجتمع، لان 40% من مسببات البرد اللي هم الميتين فيروس دول ممكن الانسان يصاب بيهم وما يظهرش عليه اعراض. واحد اثنين بقى بيطلع عليه اعراض، ممكن السلامات بيسلم وبيحضن وبيبوز، فممكن ينقل الفيروس ده لغيره، ممكن يضره. حاجه ثالثه، هو نفسه لو هو قعد في البيت ونام وشرب السوائل الدافيه مفيش مضاد حيوي طبعا، وخد الاغذيه اللي فيها فيتامين سي زي الجوافه والكيوي والبروكلي والفلفل الالوان والبقدونس والبرتقال والليمون، طبعا دول كلهم فيهم فيتامين سي، بيعدي بسرعه وبتقلل فتره المرض وحدته. مهم قوي ان هو يقعد في البيت، لان قعده في البيت يخليه يرتاح. كلمه راحه بترفع المناعه، كلمه نوم بترفع المناعه، اما يقعد في البيت بيقلل من التوتر وده برضه بيعزز المناعه. بشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة. مشاهدينا في كل مكان بنتواصل معكم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره تانية، بنتواصل معكم بفقرتنا اليوم في بنصب عليك، وبندعوكم في فقرتنا القادمه وهذا التقرير عن ذكرى وفاه الفنان القدير محمود ياسين اللي توفي في مثل هذا اليوم 14 اكتوبر، وقدم لنا وساب لنا العديد من الاعمال السينمائيه الخالده واللي بيظل ان احنا بنستمتع بها حتى الان، واثرى السينما والمسرح والدراما التلفزيونيه بالعديد من هذه الأعمال. هنتابع معكم هذا التقرير عن ذكرى وفاة الفنان القدير محمود ياسين، ثم نعود ونلتقي. مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم معنا مره تانية، فقرتنا القادمه يمكن مداخله تليفونيه هامه، بنتحدث فيها عن حدث كل المصريين بل كل العالم بينتظر حدوثه منذ سنوات وسنوات مضت. كل المصريين وكل العالم المهتم بالحضاره المصريه القديمه بينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير وبما يحويه من الاف القطع الاثريه، بل وصلت الى مئات الالاف من القطع الاثريه وما يحويه من سرد رائع للحضاره المصريه القديمه. هنتكلم عن الموعد المتوقع لافتتاح المتحف المصري الكبير، التشغيل التجريبي الآن لهذا المتحف، بداية الاستعداد لهذا الافتتاح، كل هذه الأمور نثيرها معكم من خلال هذه المداخلة التليفونية مع الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. أستاذ مجدي صباح الخير. كل التحية لحضرتك أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب يا حضرتك. أستاذ مجدي، دلوقتي في عملية تشغيل تجريبي للمتحف المصري الكبير، يعني إيه تشغيل تجريبي؟ والله يا فندم حضرتك عارف ان المتحف يعني بدء كتشغيل تجريبي، اول حاجه كانت ما يسمى بباه العظيم اللي هو كان فيه اشهر قطعه اثار اللي هو تمثال اللي كان موجود في مدار رمسيس مع اثار اخرى، ثم بعد كده من عده اشهر افتتح برضه حاجه ما يسمى بالدرج العظيم. المتحف فيه مجموعه من القاعات، فيه 12 قاعه بتشمل تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني، وفي اربع قاعات للعرض المتغير، وفي قاعتين للملك توت. فدلوقتي اللي هيتم تشغيل التجريبي له 12 قاعه اللي هي بمجموعة موجود فيها مجموعة من الآثار بتستعرض، يعني هو في 18,000 متر مربع بتستعرض الفترة التاريخية من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الروماني. والهدف من هذا الموضوع إن احنا يعني نشوف الرؤية، نشوف رؤية الناس، حتى كمان هو محدد كمان 4,000 زائر في اليوم. حتى التذاكر السيد عاطف مفتاح امبارح يعني قال كلمة مهمة جدا، الناس بدأت تشتكي من السعر 200 جنيه و100 جنيه، فقال إن دي مش كلام مش نهائي، ده موجود فقط في الافتتاح التجريبي، وإن شاء الله في الافتتاح النهائي هيتم مراعاة ذلك وهيبقى الأسعار مناسبة لكل الدخول. وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي هو مجرد زي بيقولوا تيست، أو إن احنا نشوف الدنيا ماشية إزاي، ولكن من خلال زيارة ال 12 قاعة هنقدر نتعرف تاريخ مصر. ولكن ما زالت قاعتي توت هتظل مغلقة، ما زال عندي المتحف اللي هيتعمل فيه مركبية الشمس لسه برضو مش هنشوفه، يعني هناك بعض متحف الطفل، هناك بعض الأماكن لسه هتبقى نخليها إن شاء الله في الافتتاح النهائي على ما نشوف يعني الدنيا رايحة فين. حضرتك عارف الاحداث الجيوسياسيه اللي حوالينا في المنطقه لا تسمح الان بافتتاح نهائي، ومكم يعني مقرر له انه يكون افتتاح اسطوري، وزي ما اذهلنا العالم في افتتاح طريق الكباش ونقل المويه الملكيه، فان شاء الله نستنى الاحداث يعني تهدى شويه، لان مقرر له يدعو مجموعه من رؤساء دول العالم عشان يحضروا هذا الافتتاح، ولكن هنا يتم ان شاء الله يوم 16 هو افتتاح فقط للقاعه الرئيسيه اللي هي بتستعرض تاريخ مصر فقط. استاذ مجدي، معنى الافتتاح التجريبي ان اي مواطن عايز دلوقتي يروح يزور هو اسرته
يروح بس باسعار التذاكر اللي موجوده دلوقتي. بالظبط، اللي هو طبعا وهيحجز عن طريق الموقع، لان هتبقى فيه مجموعه من الجولات الارشاديه هتبقى محدده باوقات، يعني بيبقى عباره عن الجوله بتبقى عباره عن ساعتين، بيبقى مع حضرتك مرشد، وبالتالي عن طريق الويب سايت بتاع المتحف، فممكن اونلاين بالفيزا، وبيبقى معاك كيو ار بتروح تسلم الكيو ار، وبتبقى مثلا تختار ساعتين في الجولات، سواء الساعتين دول صباحا او مساء في الوقت اللي يناسبك. انما الاسعار حتى الان هي الاسعار المتاحه اللي هو 200 للشخص العادي و100 فوق ال 60 وذوي الاحتياجات الخاصه والاطفال اقل من 4 سنوات. ولكن زي ما وعد سبعه في مفتاح ان كل هذه الاسعار هيحصل في عمليه تغيير بما يناسب الدخل ان شاء الله. معنى كده ان الزائر مسموح له بس الساعتين اللي هم وقت الجوله ويمشي، ولا هو الساعتين وممكن بعد كده؟ بعد كده ممكن بقى في المناطق التجاريه، لان في مجموعه من بازارات من مطاعم والحدائق يستطيع التجول براحته، انما دي الجوله اللي هو يستطيع فيها تعرف الاثار، انما عايز يشرب حاجه، ياكل حاجه، يتفسح، يتصور، ده متاح تماما يقعد الوقت اللي هو عايزه. ممكن هو يتجول بنفسه في الاماكن الاثريه داخل المتحف؟ ما هو القاعات عشان بس الهدف ان القاعات دي هيبقى فيها تجول عشان يعرف المعلومه من الشخص اللي هيبقى معاه، بينما بعد كده هو يستطيع، لان في الاوبن كورت اللي هو موجود تحت او في البهو العظيم او الدرج العظيم متاح تماما ان هو يتفسح ويتصور ويقعد الوقت اللي هو عاوزه، لان دي متاحه يعني. انما القاعات عارف حضرتك هو 4000 زائر باوقات محدده، بحيث يبقى ايه الموضوع فيه يعني كنترول شويه، والهدف من ذلك ان انا اعرف لو في اي صعوبات، اي معوقات، اي شيء ممكن يقابلنا، بحيث الافتتاحنا ان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله. فالافتتاح التجريبي الهدف منه ان انا اتعرف على الصعوبات اللي ممكن تقابلني، على اي مشكله ممكن تقابلني من خلال الزائر العادي. فاعتقد ان دي فرصه جيده، واتمنى اداره المتحف تعمل حاجه زي يعني ورقه استبيان او حاجه ان شاء الله تحطها على الموقع، بحيث ان لو اي زائر لا اي شيء ممكن يكتبوا فرصه ان الزوار يقولوا رايهم برضو، ولو كان عندهم اي حاجه في الريفيو يكتبوها واحنا ممكن تتعالج. فانا شايف ان دي اتمنى اداره المتحف وانا واثق ان شاء الله تعملها، تعمل حاجه ريفيو بحيث تشوف الزائر اللي هيدخل ايه اللي عجبه، ايه اللي ما عجبوش، ايه اللي ممكن سواء اجنبي او مصري. شايف ان دي فرصه ان احنا نصلح اي شيء، ونشوف اي شيء اذا كان خطا نبدا نصلحه، صح نبدا نركز علينا عليه فوكس اكتر. استاذ مجدي، هو مفتوح برضو للجروبات السياحيه الاجنبيه ولا بس للزائر؟ طبعا كل الاجانب، كل المصريين، كل العرب، اي شيء، اي حد متاح لي انه يحجز اونلاين. الموضوع يعني سهل وبسيط جدا ومتاح، ففرصه لكل الناس. هي الهدف منه طبعا تعرف حضرتك يا استاذ ان احنا في بدايه الموسم السياحي، يعني عندنا طبعا بيبتدي الموسم السياحي الشتوي اللي هو خاص بالسياحه الثقافيه، لان اعرف حضرتك السياحه الثقافيه الشتوي بيبقى مناسب لها اكتر، واحنا عندنا يوم 22 كمان عندنا اللي هو حدث تعامد الشمس مع ابو سمبل، ففرصه الناس كلها، الناس اجانب بتيجي كتير جدا القاهره، وبعدين تبدا تروح لاسوان او الاقصر، فمتاح لكل اي جنسيه تتفضل، ومتاح لكل الناس ان شاء الله. بالنسبه للدخول بالنسبه للزائرين المصريين يعني، او الزائرين بشكل عام، في ابواب معينه او مدخل معينه للدخول لو حد جاي بنفسه يعني؟ المدخل اعرف حضرتك المدخل الرئيسي من طريق مصر اسكندريه الصحراوي، فالباب الرئيسي بيخش بيلاقي الامن، بيشوف الكيو ار بتاعته او التذكره، وبيبدا يعني بياخدوه في حاجه زي عربيات صديقه البيئه، لان المتحف دي ميزته ان كل الحاجات اللي فيه حتى المباني كلها مباني صديقه البيئه، كل الاضاءه فيه اضاءه طبيعيه، التكييف ما فيش تكييف، كله برضه طبيعي، المواد اللي فيه كلها مواد بيئيه طبيعيه، لدرجه ان هو خد يعني افضل متحف على مستوى العالم في البيئه الخضراء، وخد 8 شهاده ايزو، لانه كل الحاجات اللي فيه مناسبه للبيئه. فالسائح يستطيع انه يدخل، وبيبقى في عربيات بتاخد بتوصله لغايه مكان القاعات، وبيبدا يتجول فرحته له العظيم والدرج العظيم والصور زي ما عايز، ثم يبدا يشوف القاعات وما تحوي هذه القاعات، وطرق العرض اللي هتبقى موجود فيها، يبدا في زياره متعمقه وزياره سريعه، لو يعني لان في جروبات ممكن يقول انا ما عنديش وقت كتير، فعندنا فرصه ان احنا نزوره، يا اما يزور عن طريق الموضوع، او عايز موضوع محدد مثلا في الحضاره، لان القاعات دي بتشمل 3 مواضيع، بتشمل مواضيع المعتقدات في مصر القديمه، والمجتمع في مصر القديمه، والملوكيه في مصر القديمه. حضرتك عايز تاخد كل موضوع على حد تستطيع، عايز تاخد زياره سريعه بحيث تتعرف بسرعه على يعني تاخد فكره عن الحضاره المصريه بكل عصورها، برضه متاح ده ومتاح ده. بشكرك جدا على هذه المداخلة الهامة الأستاذ مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار. مشاهدينا في كل مكان بنتواصل معكم بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم معنا مرة تانية، بنعوكم في فقرتنا القادمة وهذا التقرير الرياضي المعتاد كل يوم اثنين، اللي بنقدم لكم فيه العديد من المقتطفات المرتبطة بالرياضات العالمية، أهم الأهداف التي أحرزت خلال الأسبوع الماضي، أهم المسابقات التي قدمت من خلال الرياضات المختلفة. تابعوا معنا هذا التقرير ثم نعود ونلقي الضوء على أهم أخبارنا.
مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معانا مره ثانيه. قراءه سريعه لاهم اخبارنا معكم اليوم. الرئيس السيسي اسبوع القاهره للمياه منصه دوليه متجدده لتبادل الخبرات. قال الرئيس السيسي ان اسبوع القاهره للمياه حدث سنوي ومنصه دوليه متجدده لتبادل الخبرات والشراكات وتبادل المعرفه ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال الموارد المائيه. الرئيس: قضية المياه أولوية، ونهر النيل يرتبط ببقاء الشعب. الماء حق لكل إنسان، ويجب إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية. الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي لزيادة دعم دول إفريقيا في إدارة موارد المياه. رئيس الوزراء: استثمار 10 مليارات دولار في آخر 5 سنوات لتعزيز كفاءة نظام الماء. الحصول على المياه حق أساسي للإنسان، ونعتمد منهجا أكثر تكاملا. وزارة التموين: توفير كميات كبيرة من الدقيق، استخراج 72%، ولا يوجد أزمة في الطحن. وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية بداية ل 46.6 مليون خدمة. طرح 70,000 وحدة سكنية، منها 60,000 لمحدود الدخل خلال شهر. رحمة طلبة تحصد ميدالية ذهبية لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا. الفراعنة على رأس المنتخبات أصحاب العلامة الكاملة في تصفيات أمم إفريقيا. وأخيرا من أخبار طقس معنا اليوم: طقس اليوم حار نهارا وشبورة كثيفة على بعض المناطق، والعظمى بالقاهرة 32 والصغرى 22، الإسكندرية 30-21، مطروح 28-20، سوهاج 37-21، قنا 39-21، وأخيرا محافظة أسوان العظمى 38 والصغرى 24. مشاهدينا، دي كانت إطلالة سريعة على أهم أخبارنا معكم اليوم. نلتقي بعد الفاصل ولقاءنا مع دكتورة منى شوقي استشاري الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي. نتواصل بعد هذا الفاصل.